كيتشن، ممكن نطفيهم. تمام، نطفي كمان. طيب نبدأ بقى اشغلهم واحدة واحدة. اوكي اللي بعدها ممكن تطفي وتشغل، يعني اطفي واحدة وشغل التاني. ماشي اللي بعدها، اطفي وشغل، اطفي اطفي شغل عشان تبان بس تمام. اطفي. اوكي تمام. برضو لو اتحكمنا منهم من هنا بالمرة فهم في الاب بيظهر على طول. لو هنقدر نطفيهم من هنا، يعني كان نورناهم من هناك طفيناهم من هنا. مرة كمان نورنا من هنا كده، اطفي. تمام، فالتو واي شغال. طيب بالمرة ناخد الكوريدور. كوريدور تمام. انت ممكن تكنترول من هنا عموما، بس يفضل من جوه الروم احسن. ماشي، اطفي اللايت. يعني خلينا نبدأ خالص، ادي اول اتنين اطفيهم، يعني شغلهم بالتبادل. اطفي نور اطفي واحدة ونور التانية. تمام، اطفي اللي بعدها تحت، اطفيها اللي بعده، اطفي. طيب هو ده ملوش ساوند، ممكن نظبط الساوند بتاعه. شغلهولي. اوكي فين هو؟ نشغل الساوند. بس هو ده. ماشي، بالمرة تشغيل الساوند هندوس هنا 3 ثواني بس كده. الساوند بقى شغال. جرب من عندك. اطفي الساوند شغال اهو. تمام، مش الساوند مكانش شغال. لو عايز تطفي الساوند بتقدر تطفي من هنا. تمام تمام. طيب كده دول كانوا الكيتشن والكوريدور.